طيب نرجع بقى ونبدأ نسمع من المشاهدين الكرام. معايا أبو أحمد من مصر. أبو أحمد، هي مصر عندها حاجة تخوف بيها أثيوبيا أو تتفاوض بيها مع أثيوبيا بعد ما قالت ملناش حقوق تاريخية في النيل؟ أبو أحمد معانا يا جماعة؟ طيب يبدو أنه مش معانا. أبو أنس معايا من مصر. السلام عليكم يا أستاذ أحمد. عليكم السلام يا أبو أنس، تفضل. هو بالنسبة أثيوبيا من البداية اتعمل السد ده عشان تمنع المية من مصر، ولا توليد كهرباء، ولا وكله بيتواضع وكله بيتآمر على مصر، لأن أثيوبيا عندها 960 مليار أمتار بتنزل على أثيوبيا، مش محتاجة للمية أصلا. هي كل الهدف إن احنا نعطش ومصر ما فيش حل غير ضرب السد. طيب غرق أو ما غرقش، ما كده كده احنا هنموت يعني. طيب انت شايف، انت شايف دلوقتي احنا هنموت عطش. طيب انت شايف ان السيسي ممكن يعمل ده؟ السيسي عنده القدره لو ما عملش، السيسي في غيره هيعمل يا زحمت. السيسي مش قاعد مؤبد فيها يعني، السيسي ايامه معدوده في الحكم، بس احنا نتحرك. بس انا عايز اقول لك ان السد لما هيتملى، لا عفوا، السد لما هيتملى ميه هيبقى اخطر بكتير من 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 كل لا دلوقتي. بس احنا مش ما فيش ضرر هيبقى علينا، حتى لو ضاع بحيره السد هتسيع الميه كلها. لا مش هتسيع البحيره، بتبقى ورا ورا السد مش قبله. لا مش بعده. احنا هنبتدي نفض الميه قبل ما تعمل كده. في ما فيش حاجه اسمها مستحيل، احنا ده حياه او موت. ما فيش حاجه اسمها مستحيل ان احنا نستسلم ونروج، ان احنا لو السد اتضرب خلاص هنغرق، ولو سبناه. طب ما نشيله من البدايه، ما يبقى ما نتصرف من البدايه. ما نقولش الكلام ده يا استاذ احمد. لا احنا بنقول الحقيقه يا ابو انس. عفوا، مش هينفع اتضرب السد. عفوا يا ابو انس، مع احترامي لحضرتك بشكرك جدا، ولكن الحقيقه والمصداقيه بتفرض عليا ان انا اقول للناس الحقيقه والواقع، ان السد لما يبقى مليان ميه وينهار هتبقى كارثه على مصر وعلى السودان. ده الواقع. مصريين. اسال ابو عمر من مصر، اهلا بيك. اتفضل يا ابو عمر. هو ابو عمر معانا؟ طب مش معانا. طب ابراهيم معانا؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ابو عمر ولا ابو ابراهيم؟ ابو ابراهيم المصري. ازيك يا ابو ابراهيم؟ اتفضل. الحمد لله. ازي احمد، اخبارك ايه؟ ربنا يكرمك، الحمد لله تمام. الله يديك الصحه يا استاذ احمد. احنا بنتكلم في راجل، استغفر الله العظيم يا رب، راجل عميل، راجل صهيوني، راجل ما يعرفش حاجه عن بلده، ما يعرفش حاجه عن الشعب المصري، الشعب المتهان، الشعب اللي المرمي في المستشفيات، الشعب ده مش رئيس. اقسم بالله ما رئيس. مين السبب في ان اثيوبيا مستقويه قوي على مصر بالشكل ده يا حاج ابراهيم؟ يا ابو ابراهيم راجل عميل، راجل عميل ليهم، راجل عميل لاسرائيل، لامريكا، راجل مدلدول للعملاء. يعني السيسي هو المسؤول على اللي احنا وصلنا له ده. طب برايك انت، خليك انت مكان السيسي، ايه الحل في وجهه نظرك؟ الحل ده انا وجهه نظري، انا ايام رحمه الله اخونا محمد مرسي كان قال لك نقطه دم، يعني نقطه الميه بنقطه دم من دمي للبلد. الميه دي روح البني ادم وروح الزرع وروح كل حاجه. ان اساهم في نقطه الميه بتاع بلدي، ان حد يمنعها عني، ده بيمنع روح بلدي وروح اهلي وروح ناسي. طيب يبقى انا كده فهمتك، بشكرك جدا يا ابو ابراهيم، تحياتي ليك. ابو عمر معانا من مصر، اهلا يا ابو عمر. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا ابو عمر. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا بيك، اتفضل. يا استاذ احمد، ما فيش لا حل عسكري ولا حل سياسي اصلا، ولا اساسا ما فيش هيتدخل بحاجه. وكل موضوع ليبيا ده عشان يغطي على موضوع سد النهضه، لان اساسا هو مش هيقدر يعمل حاجه. ده هو ده انسان متورط. متورط. والسد ده اتبنى بعلمه، اتبنى بعلمه وموافقته، واساسا ما يقدرش يقول ايوه او لا. طب والحل؟ انسان في الاول وفي الاخر دي بلدنا وده مستقبلنا ودي حياتنا احنا، الحل ايه؟ يا استاذ احمد، الحل كان في ايد ناس احنا فرطنا فيها، في ناس سال دمها سال في الشوارع بسبب الحل ده، وبسبب ان الانسان المصري يبقى له كرامه. لكن لما اخذ ازعلش مني في اللفظ، الشعب المصري واحنا اساسا ما نستاهلوش الا واحد زي ده. احنا شئنا ما بينا ده راجل رئيس دوله، خلاص ده رئيس الدوله بتاعتنا، شئنا ما بينا بكده هو رئيس دوله. الاصول كل الناس تسلم بالامر الواقع ده، لان احنا نستاهل كده يا استاذ احمد. لا ما تعملش حساب يا عم ابو عمر، انا مش ناوي اسلم بالواقع ده. انا لا ارى الا منقلب ومجرم وخائن للدماء المصريه وبائع للارض المصريه. شكرا ليك ابو عمر. مريم من مصر معايا، اهلا بيكي.
اهلا بحضرتك استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله. مصر عندها اوراق للتفاوض او للضغط في موضوع سد النهضه ولا؟ نعم مش سامع السؤال، ممكن تسالني؟ بسالك هل مصر عندها اي ورق للتفاوض او للضغط او للتهديد حد في موضوع سد النهضه ولا الموضوع انتهى؟ اولا يا استاذ احمد، اصلا السيسي ده هو كانه عامل شبه الانسان اللي بيخبط، وهو اصلا مش عارف هو بيخبط في اي طريق بالظبط. يعني هو اصلا التحالف اللي هو عمله مع ليبيا وان هو اتفق مع حفتر، اساسا هم انقلاب اتفق مع انقلاب، هو اصلا هو على اي اساس مثلا مع ليبيا؟ وهو اساسا يعني هو اصلا واقع ورطه كبيره جدا، يعني القروض اللي هو مستلفها ايام فيروس كورونا لما توصل ل 13 مليار حوالي بقى 10 ايام، ده طبعا يعني حاجه تضر بالبلد جدا. وغير كده كمان ان هو يعني هو خلاص بقى في ازمه مع اثيوبيا من جهه ومع حفتر من جهه ثانيه. هو حفتر بقى عشان هو ضعيف حاليا القوه، فقال لك لما اتفق مع السيسي عشان خاطر ازيد قوتي ثاني عشان ارجع ثاني القوه بتاعتي في البلد بتاعتي، لكن مجرد ان حفتر يرجع ثاني ان القوه ترجع خلاص هو هيتخلى عن السيسي اساسا وهيبقى كمان ضده. يعني هو فعلا والله يا استاذ احمد البلد بقت في فوضى كبيره جدا، سواء صحه سواء اقتصاد سواء للاسف يا مريم. ولكن اللي جاي في مساله ان الميه كمان هتتقطع، يعني مفيش شرب، يعني مفيش زراعه او كده، دي هتبقى اصعب من الواقع اللي احنا بنتكلم فيه. بشكرك يا مريم. ايوه يا فندم. سمعنا يا استاذ اسماعيل، اهلا بيك. مساء النور. ايوه مساء الخير. اهلا بيك يا فندم. هو الدوله اللي عماله تخسر كل حاجه، يعني عندنا مشاكل في كورونا وعندنا مصيبه اسمها ميه النيل اللي هتتمنع علشان سد النهضه، ليه ما بتبصش للحاجات دي كلها ورايحه بتهدد تركيا؟ والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا احمد. الصوت مش واضح معايا، سامعني؟ يعني بحاول يا استاذ اسماعيل، والله كمل كلامك كده. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، بالنسبه لسد النهضه، سامعني حضرتك؟ اتفضل يا فندم. بالنسبه لسد النهضه، اولا الحكومه المصريه ما تقدرش تهوض سد النهضه لسبب بسيط جدا والناس كلها عارفاه. اول سد النهضه اسرائيل ماشي يا فندم. الو. وبعدين يا حاج، ما لسه هيفضل برضو الخطر قائم على اللي بيهدد حياه ال 105 مليون مصري. ماشي انا معاك، بس مين اللي بيمول السد؟ اسرائيل طبعا. احنا اللي بيمول السد الامارات والسعوديه ومعاهم بقى الصين وايطاليا واسرائيل. شركات اسرائيليه يا باشا، شركات اسرائيليه وامريكيه في نفس الوقت. بقى العمليه اصلا مفهومه، يعني ما نقدرش الوقت الحالي، ما نقدرش. طبعا قبل كده كان السادات كان وقف الموضوع ده وعبد الناصر ونفس حسني مبارك، انما النهارده ما قدرش يعمل اي شيء نهائي. سد خلاص اعتبره شيء تم. مش هقدر افكر زي كده يا عم اسماعيل. انا بشكرك جدا، بس مش هقدر اتعامل معاه لانه واقع، لان الواقع ده مضر بحياه ملايين من البشر، ودول اهلنا ودي بلدنا. شكرا ليكم. مطارق من مصر، تعليق يا مطارق على تطورات سد النهضه. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ احمد، هم مالوا؟ انا عايز اعرف حاجه، مال الاعلام ومال النظام هنا في ليبيا؟ هم مالوا ومال ليبيا؟ ليبيا عندهم جيش حر عرف يأذي على حفتر سيسي. الجيش الحر ده انتصر على حفتر، هم بيتغلط. هم مالهم ومال اثيوبيا؟ خليهم في اثيوبيا اللي هتسد عننا الميه وتسد عن الناس كل حاجه، والناس قاعده وساكته ما بتتكلمش. نفسي بقى ان يبقى عندنا جيش، انا عايزه الجيش الحر زي الدول اللي عندها جيش حر بيدافع عن شعوبها، بيدافع عن الشعوب. فين الجيش الحر بقى يطلع ويتحرك وورينا الشطاره بتاعتكم ويطلعوا يدافعوا عن الشعب بتاعهم؟ لكن كده حرام اللي بيحصل ده. طيب انا بشكرك يا مطارق. انا اتمنى ان يعني ان جيشنا الموحد اللي موجود يكون جيش وطني يشتغل شغله وبس، لا يتدخل في السياسة ويقوم بمهامه في حماية الوطن والزود عنه. ولو عمل كده اعتقد هيكون جيش مثالي، مش بس جيش حر، هيبقى جيش رائع فوق الوصف. ام ليلى من مصر معايا، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا فندم.
الموضوع عن الجيش النهارده ولا عن الميه؟ والله احنا بنتكلم عن يعني اهم حاجه واللي شاغلنا مساله سد النهضه والتطورات اللي في الملف. دي اهم حاجه، دي الحاجه اللي هتموت الشعب المصري. مش عارفه ساكت ليه يعني، ساكت على السد لما يتملي وبعدين نبقى نروح نحرسه بقى احنا علشان ما ينهارش ويموتنا ويموت الشعب السوداني كله. ام ليلى، يعني احنا عندنا اي اوراق نضغط بيها؟ يعني عندنا حاجه نفاوض بيها، نهدد بيها حتى؟ ما عندناش، بس لو الشعب طلع هيبقى فيه، هنوقع اللي عمل كده فاهم، واللي عمل كده خاين ان هو يتنزل عن ميه البلد طبعا، يموت الشعب بالميه طبعا. بشكرك جدا ام ليلى. الماساه يا جماعه ان انت عندك حد، يعني حتى الطيارات اللي راح جابها بتاعت الرافال دي ما عندهاش القدره على قصف الاماكن اللي زي سد النهضه، ما عندهاش قصف، ما عندهاش يعني المدى بتاع القصف بتاعها مش بعيد، يعني ده زي طيارات احسن شويه من طيارات الرش يعني. طيب محمد من مصر معايا. عليكم السلام. أيوة. يا استاذ محمد اتفضل. عايز اقول رساله للامه كلها. اتفضل. للامه كلها رساله، لكل الدنيا كلها. اتفضل. المصريين لكل الناس رسالة كده، حرب إسرائيل هتحتل، هتبقى إسرائيل هتبقى على عرش مصر، هتبقى أهم حاجة عندها صفقة القرن. تمام. الحاجة الثانية، فلسطين لازم تقف يد واحدة، كان النساء أو رجال أو شباب. الحاجة الثانية، أعظم دول في العالم في العرب اللي هي قطر، تركيا، جزائر، تونس. طيب شكرا يا استاذ محمد، يعني ده دي ارائك وده يعني ما تعبر بيه، يعني بشكرك جدا على مشاركتك معانا. بغدادي من مصر، اهلا يا حاج بغدادي. السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. اتفضل يا حاج بغدادي، انا سامعك. في الله، في موضوع سد النهضه ده بيجي امر واقع. الحل الوحيد واللي هو صعب او سهل او لازم يتعمل هو ان الشعب المصري كله يطلع في ثوره لا تبقي ولا تذر، ثوره تاكل الاخضر واليابس، ثوره تثبت للعالم ان هذا الرجل عميل للصهاينه، وان هذا الرجل يمثل خيانه للشعب المصري ويمنع النيل منها. يا فندم مفيش حل تاني، لا حل عسكري ولا حل دبلوماسي ولا مفاوضات ولا جيش هيتحرك. الشعب يا فندم، الشعب فقط لا غير، يطلع يقوم قومة رجل واحد الكل. واحنا هنا في الجنوب يا فندم، يعني احنا كده قريبين من أسوان، ومصر كلها تطلع مرة واحدة. دماء يا فندم، دماء الحياة يا فندم، دي حياة أو موت. يعني أنا معاك يا بغدادي، يعني بشكرك جدا والله. حياة أو موت، إحنا بس اللي بنتهاون في حاجات كتير المفروض ما نسكتش عنها، إحنا اللي مشكلتنا إن إحنا بنتهاون. محمد من مصر معايا، أهلا يا أستاذ محمد. بيك يا أستاذ أحمد. أهلا يا حضرتك، وكل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك بخير يا رب، اتفضل. أنا بس بوجه كلمة للشعب المصري، ومش محتاج أدلة ولا محتاج براهين. الراجل ده هيموتنا، سواء موتنا من الصحة خربانة، هيموتنا من العطش مياه النيل رايح، هيموتنا البطيء لكل حاجة في مصر. الجيش، طب أنا عاوز أفهم، لو الراجل ده خاين مفيش واحد وطني في الجيش يقف يتكلم كلمة حق بما يرضي الله؟ لو الراجل ده خاين مفيش واحد خايف من ربنا يوم ما يجي يدخل القبر ما حضرش جنازه يبص كده انه اسرته هتبقى في متر في متر يقول لا؟ يرفض مره واحد شريف يطلع يتكلم عن سد النهضه، او يطلع يتكلم عن الجزر اللي راحت، او يطلع يبص للناس اللي بتموت قدام المستشفيات، او يطلع يبص على الناس اللي بتتهان كل يوم كل يوم كل يوم اهانات؟ ما فيش واحد وطني في مصر يطلع يقول لا. ما فيش واحد في الجيش كله يطلع يعارض الخاين العميل الخفيف ده؟ مفيش. مش معقول مصر كلها مفيش فيها واحد وطني، مش معقول، مش ممكن. شكرا ليك يا محمد، انا بشكرك جدا. اكيد مش ممكن، الوطنيين اللي بيحبوا البلد دي في كل مكان
مش عايز بقى اقول كلام من باب توزيع مخدرات وهيتحرك ومش هيتحرك، ولكن كل واحد فينا لازم يتحمل مسؤوليه، كل واحد فينا لازم يحس ان هو اللي لازم يتحرك، مش لازم يستنى حد تاني. هشام من مصر معايا، اهلا يا هشام. يا احمد عامل ايه؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضل. حضرتك اتفضل انت على الهواء. والله بخصوص سد النهضه، بخصوص سد النهضه ساعتها، هو لما رئيس دوله او مجازر رئيس دوله يقول ابي احمد احلف ان انت مش هتضر مصر، ايوه في دوله بتدار بالاسلوب ده، هتتوقع ايه بعد كده يعني؟ فلازم ابي احمد ده يضرب بكل الكلام عرض الحائط ويبني السد. على فكره انا كل ما اشوف السد بيتبني وتيجي صوره في التلفزيون انا ببقى حزين، لان دي رؤيتنا اللي بيحاولوا ياخدوها مننا، بيحاولوا يعطشونا ويقتلونا. وفي حاجات كتير، في حاجات كتير زي ما انت عارف. تمام. اما بالنسبه للاتراك وليبيا، انت خايف ليه ان الاتراك جم ليبيا وجدوا على حفتر؟ نعم. هو دي مش حكومه شرعيه منتخبه؟ والراجل اللي اسمه اردوغان دوت مش عامل معاهده مع حكومه شرعيه؟ الو، ايوه انا معاك، ولا يعني انا مش عايز ادخل في الموضوع ده، هيجي له يوم يعني نتكلم فيه، ولكن انا بتكلم عن الماساه اللي حاصله في مصر ومأساة العطش ومآسي تانيه التعامل مع